الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. كثيرا ما نجد عبارة المعرفة للإمام المعصوم، وكثيرا ما نردد معرفة الإمام، ما معنى المعرفة؟ كثيرا ما يتصورون معرفة شمائل الإمام، وهذا أمر جيد، وصفات الإمام الشخصية، لون البشرة، ما يتعلق بالإمام صلوات الله عليه بجسمه مثلا. المعرفة المقصود فيها أبعاد متعددة، أبعاد كبيرة، بحيث أن المعرفة هي بوابة إلى العقيدة. لا نتمكن أن نوجد عقيدة بإمام معصوم عليه السلام إلا لو كانت لدينا المعرفة. لذلك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات يهوديا أو نصرانيا أو مات ميتة جاهلية. من زار الحسين عارفا بحقه، من زار فاطمة المعصومة عليها السلام بقوم عارفا بحقها. كلمة المعرفة حتى بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرا ما نجد هذه الكلمة وهذه المفردة، معرفة الله تبارك وتعالى. هنالك البعض يتصور الحديث عن كنه الله وعن ذات الله، وهنالك نهي صريح في الروايات الشريفة للتحدث عن كنه الله، وإنما معرفة الله معرفة الصفات، مثلا أنه القادر، أنه الصانع، أنه الجبار، أنه هذه الصفات. أسماء الله الحسنى، معرفة الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، خلق رب العالمين، القدرة الإلهية، الرحمة الإلهية، الغضب الإلهي، العطاء الإلهي، كل ذلك في دائرة المعرفة لله تبارك وتعالى. الإمام المعصوم أيضا له حصة كبيرة في هذا الموضوع، لأن معرفة الإمام تتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى. الطريق إلى الله إنما يمر بالإمام المعصوم عليه السلام. فلذلك نجد أن كلمات المعرفة، وهذا أمر مهم في العقيدة، يجب الجميع أن يطلع على ذلك، أنه معرفة الإمام الحسين، كرامات الإمام، منزلة الإمام، ما أعطاه الله ومنح الله للإمام الحسين عليه السلام، الكرامة الإلهية العظيمة، الدرجة، المنزلة، كل ذلك يتعلق بمعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للإمام المهدي، نحن الآن في عصر الغيبة، أيضا هنالك جانب المعرفة هو جانب مهم. الروايات الشريفة تؤكد على معرفة الإمام المهدي. الآن كثير من الفتن اللي موجودة، ما هو سبب هذه الفتن؟ يعني هنالك مجموعة من الشباب يسموهم علي اللهية، هؤلاء نعوذ بالله يؤلهون الإمام علي عليه السلام. ما هو السبب وقعوا في هذه الانحراف وفي هذه الكارثة؟ ما السبب؟ السبب عدم معرفتهم. يعني هذا الشاب اللي هو من كالوعاء الفارغ، يملى هذا الوعاء بأي طريقة ولو كانت خاطئة. وهكذا التيارات اللي تسبق ظهور الإمام، تيارات المنحرفة، المنحرفون اللي الآن يزدادون من فئة إلى أخرى. ما هو السبب في هذا الانحراف؟ كثير من الفئات المنحرفة اللي موجودة والتي تدعي البعض منها أنها مهدوية، وهي كاذبة، هي غير مهدوية. كل السبب أن هؤلاء الذين انحرفوا لم تكن لديهم معرفة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك أعطوا هذه الصفة لأناس عاديين، أعطوهم مكانة كبيرة وهم لا يستحقون ذلك. فنحن لما نتأمل ونقرأ الروايات والنصوص الشريفة، اللي هذه النصوص تتكلم في معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الأمر يجعل الإنسان على بينة، يجعل على عقيدة صحيحة، يجعل الإنسان إلى خير. بالنتيجة أصحاب الأئمة البعض منهم كما في الرواية السيد عبد العظيم الحسني المدفون في طهران عرض عقيدته على الإمام المعصوم، يعرض أنه هذه عقيدتي هي صح أم غير صحيحة. فالعقيدة مهمة، والعقيدة تسبقها المعرفة. لذلك دائما لما نقول أهل المعرفة، يعني الذين يطلعوا على بعض الروايات وبعض الأخبار. هذه بعض الروايات والأخبار تجعل الإنسان على اطلاع، لا أقول 100% ولا أتمكن أن أقول 50%، لهم معرفة. لا بأس بها في هذا الجانب. تجدون حتى الإمام الحسين، الآن الإمام الحسين خرج من مكة إلى المدينة، من مدينة إلى مكة، ومن مكة إلى كربلاء والكوفة. سؤال الإمام ماذا كان يحمل؟ كان يحمل مشروع كبير جدا، مع الأزمة الكبيرة اللي كان يعيشها الإمام، وجعجعوا بالإمام الحسين وبأهل بيته وبأصحابه، ولم يسمح لهم بالدخول إلى الكوفة. كل هذه الأوضاع الإمام يجتمع مع أصحابه ويتكلم في معرفة الإمام المهدي. يعني انظروا إلى الظرف اللي كان يعيشه الإمام الحسين والمرحلة اللي كان فيها، يتكلم عن مرحلة بعد أكثر من 1000 سنة الإمام الحسين عليه السلام. إذن لماذا يتكلم؟ لأن واقعة الطف مربوطة بالإمام المهدي سلام الله عليه. استشهاد الإمام الحسين عليه السلام إنما هو نفس المشروع الذي يقوم به الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يعني القضية المهدوية والقضية الحسينية تصب في مشروع واحد، لذلك معرفة الإمام الحسين تصب في معرفة الإمام المهدي عليهما السلام. وهذه نجد في هذه الرواية المروية عن الإمام الحسين، وكيف أنه صرح العلاقة بين معرفة الله. إذن أولا الحديث في جوانب متعددة، أنه الإمام الحسين يتحدث مع أصحابه، وأصحابه في طريقهم إلى الشهادة وهو يعلم ذلك، ولكن لكي تصل هذه الرسالة إلينا إلى الأمم فيما بعد. أولا يدل على أهمية الموضوع أن الإمام الحسين يتكلم بهذا الموضوع بهذه الأزمة. ثانيا يتكلم لأصحابه، يعني أصحابهم يدركون ما يقوله الإمام، وألا الإمام لا يتحدث معهم في هذا الموضوع. الأمر الثالث أنه يتحدث الإمام الحسين عن معرفة الله. الأمر الرابع يربط الإمام الحسين قضية معرفة الله بمعرفة الإمام المعصوم. هذا التلازم مهم، أنه البعض يقولون هذا الكلام غلو لأنه ليست لديه معرفة. الإنسان اللي يطلع على هذه الروايات يكون في طريق الصواب، يعرف أنه إلى أين هو متوجه. الإمام الحسين عليه السلام الرواية تقول خرج على أصحابه فقال أيها الناس، هذا خطاب عام لكل أصحابه، إن الله حل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، أن العباد يعرفوا الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في بعض الروايات يعني ليعرفوه. العبادة بحد ذاتها طريق من طرق المعرفة. الإنسان المطيع لله تبارك وتعالى يجعل أحد طرق المعرفة الإلهية هي العبادة. العبادة لو قرأتم في سيرة الأئمة تجدون أن الأئمة كانوا يولون اهتماما كبيرا لعبادة الله. ليست هذه الصلاة السريعة، ليست هذه الصلاة اللي ما فيها خشوع ما فيها توجه، وإنما كانوا يؤدون الصلاة الإلهية والنوافل والتعقيبات والأذكار والعبادات بأتم حال. لذلك الإمام السجاد عليه السلام ذو الثفنات سلام الله عليه وكان يقصها. يعني نحن نذكر ذلك وأنتم تسمعون، ولكن الأمر ليس بالهين. يعني كيف كانت تصير هذه الثفنات تكبر والإمام يقصها؟ تسمعون، ولكن لم نشاهد أحدا. سادة العباد لم يكونوا ذلك. إذن الإمام زين العابدين كم كان يسجد لله تبارك وتعالى حتى أنه يقص هذه الثفنات. إذن الطريق إلى الله يكون بالعبادة ليس بالجهل. الجاهل الذي يعبد رب العالمين لا قيمة لعبادته كما قيمة للعالم والذي له معرفة. إن الله عز وجل، إن الله جل ذكره، ما خلق العبادة إلا ليعرفوه. الناس الله خلق العباد حتى يعرفوا الله تبارك وتعالى، فإذا عرفوه عبدوه. يعني هذه مقدمة وهذه نتيجة. هذه المقدمات، وهو أن العباد وأن الأمة لو عرفت رب العالمين هذه المعرفة تؤدي إلى عبادة الله، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. كثيرا ما اليوم نجد عبادة للأشخاص، عبادة لأناس معينين، أجعل هذه الصورة واعمل ألف مشكلة علشان هذه الصورة. هذا الإنسان أكبره واعطي مكان إنسان غير معصوم، وإن كان إنسانا مؤمنا نقيا، ولكن لا داعي أن أعطي له مساحة كبيرة فوق المعقول. المفروض أن الإنسان يركز على الإمام المعصوم. كل ما عندي تعصب يكون للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الإنسان الذي له معرفة بالله، هذه المعرفة تؤدي إلى العبادة، وهذه العبادة تؤدي أن الناس استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. الناس اللي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بعد ما يجعل هذا الإنسان، أقول المؤمن أجعله صنما وألتفت إليه وكل ما يقول وماذا يعمل وأعطيه قدسية مطلقة، لا، هذا الإنسان اللي يعمل هذا الشيء ما عنده معرفة بالله تبارك وتعالى. فقال له رجل، هذا الرجل أحد الأصحاب، قال: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ هذا سؤالنا احنا جميعا، كأنه يعبر عنا أنه الناس لو عرفوا الله تبارك وتعالى عبدوه، وإذا عبدوا الله بعد استغنوا عن الآخرين. زين، ما هي معرفة الله؟ هذا سؤال مهم، والجواب أهم من السؤال. جواب الإمام الحسين هو أهم من هذا الجواب. إذن ما هي معرفة الله؟ سؤال. الجواب قال الإمام الحسين عليه السلام: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. يعني الآن نحن في عصر الإمام المهدي، معرفة الله تبارك وتعالى والعبودية لله تبارك وتعالى. كيف تكون هذه العبودية؟ كيف تكون معرفة الله؟ بمعرفة إمام زمانهم. نحن الآن لما نعرف الإمام المهدي، لما نتوجه ونركز ونقرأ ونبحث وننشر في معرفة الإمام المهدي، وتكون لنا رؤية معرفية، ونكون إن شاء الله من أهل المعرفة لإمام زماننا، هذا يعني معرفة الله. لأنه من هو الإمام الحسين؟ هو عبد من عبيد الله. من هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هو عبد من عبيد الله. فإذا الأمر هين جدا وبسيط جدا. فإذا معرفة الله تكون بمعرفة الإمام المعصوم الذي في زمانك وفي زماننا الآن هو الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم. يعني فإذا احنا لازم نعرف إمامنا. من هو إمامنا؟ الإمام المهدي الذي يجب على إمام زمانهم اللي لازم يطيعوا، الذي يجب عليهم طاعته، طاعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذه نقطة مهمة، مرحلة مهمة، أن نعرف أن معرفة الله هي طاعة المعصوم عليه السلام. طاعة الله إنما هي معرفة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك، بعدما عرفنا أن الطريق إلى الله لا يمر إلا بالإمام المعصوم عليه السلام، وأن معرفة الله هي طاعة إمام زمانك، هذه نقطة مهمة. إذا نريد أن نعرف أكثر من هو هذا إمام الزمان، من هو الإمام المهدي. سمعنا عن الإمام مجموعة من الصفات. نريد من الإمام علي بن موسى الرضا أن يبين لنا صفات أخرى في معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا مزيد من المعرفة. لا تتصور أنه إذا قرأت بعض الروايات وصار عندك بعض المعلومات تتصور أنك عرفت الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لا، الأمر ليس كذلك. الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، أنه نحن نعرف إمام زماننا، وهذه المعرفة راح تسبب اهتمام. لأن عدم اهتمامنا بالإمام المهدي لأننا لا نعرف الإمام، عدم وجود مشاعر تجاه الإمام المهدي، عواطف، أحاسيس تجاه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. السبب، ما هو السبب؟ السبب أننا عدم المعرفة. عدم المعرفة للإمام توقعنا في هذه المشكلة وفي هذه الأزمة. فعلا هذه أزمة، هذه مشكلة كبيرة اللي لازم احنا نطلع عليها ونعرف أنه كل هذه المشكلة اللي الآن المجتمع الإسلامي والعربي وحتى المجتمع الشيعي بذاته تجد أن الناس ليس لديهم توجه للإمام. عموم الناس ما عندهم توجه للإمام، لا يشعرون بالإمام، لا يذكرون الإمام. ليس الإمام هو ذكرهم، هو حقيقتهم. شنو السبب؟ السبب الجهل، وإن كان من يكن، ليكن له أكبر الصفات الرسمية من المناصب والمال والثراء والجاه، كل هذا ما له قيمة، كل ذلك لا قيمة له. قيمة الإنسان بمعرفته لإمام زمانه، لأن هذه المعرفة لإمام زمانك هي تربطك بالله تبارك وتعالى. مستحيل أن نوجد ارتباطا مع الله من دون معرفة لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب من المعرفة. كيف هو الإمام المهدي؟ كأن واحد يسأل الإمام الرضا عليه السلام كيف هو الإمام المهدي؟ يقول هو شبيهي وشبيه موسى بن عمران بالشكل وحتى بالمسؤولية. إن المرحلة اللي مر بها الإمام الرضا سلام الله عليه المرحلة تشبه مرحلة الإمام المهدي سلام الله عليه، وهكذا شبيه موسى بن عمران. إذا الإنسان يقرأ تاريخ نبي الله موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام يجد أن موسى ما عانى بالنتيجة كان في بطن أمه، وكم كان فرعون يريد قتل النساء وكان يبقر البطون لكي يصل إلى موسى، وقد سمع أن هنا الذي يقضي عليه هو موسى بن عمران، توجه إلى البطون وصار يبقر البطون. وهذه القصص الكثيرة الآن لا أريد أن أتطرق إليها. بالنتيجة أيضا هي شبيهة لقضية الإمام المهدي سلام الله عليه. عليه جلابيب النور، هذا هو الإمام المهدي، كل نور من نور الله تبارك وتعالى. عليه جلابيب النور تتوقد بشعاع القدس، تتوقد بشعاع القدس. شنو هالشعاع؟ شنو هالنور؟ أي نور وأي بركة وأي عطاء، أي نور إلهي، أي نور عظيم هذا للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كل نور أساسه نور، هو ينور الآخرين، ينور العالم، يعطيهم نورا وقدسية وعطاء وطهارة. موصوف باعتدال الخلق ونضارة اللون، حتى شكل الإمام، جمال الإمام الظاهري يقول باعتدال الخلق، كل شيء معتدل في الإمام عليه السلام. ونضارة اللون، حتى لون الإمام له لون مميز جدا، يشبه الإمام، يشبه رسول الله في الخلق. يعني كما أن علي الأكبر كما في الروايات أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. إمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا شمائله تشمل وتكون شبيهة لرسول الله صلى الله عليه وآله. رواية أخرى عن أنيس النفوس الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال أيضا هذه دروس في المعرفة، هذه كل الصفات هي في معرفة الإمام المهدي. حتى لو تعلق الأمر بظاهر الإمام، بشكل الإمام، لازم يكون عندنا معرفة تامة بكل ما يتعلق بالإمام المهدي، بشكل الإمام، بكل ما يتعلق به. قال الرابع عن الإمام المهدي، الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء. هذه بين قوسين سيدة الإماء لها التفاتة مهمة. كثير من قوانيننا احنا في الزواج قوانين تافهة لا قيمة لها، كثير من هذه الأفكار والعادات العشائرية تافهة، وأصحابها تافهون، والذين يروجون لذلك تافهون أيضا. أنه هذه علوية ما تتزوج إلا سيد، هذا خرافة. هذا من هذه العشيرة ما تتمكن تتزوج واحد مع عشيرة ثانية، خرافة. ابن عمها أولى بها، خرافة. ابن عمها ينهى عليها، خرافة. ما دام هذه الخرافات موجودة صاحب الزمان ما يظهر، ما دام المجتمع متخلف لا يظهر. من جاءكم ترضون دينه وخلقه. هنا الصفة، صفات امرأة لم يجد رب العالمين في عالم الوجود والإمكان والتكوين، في كل هذه العوالم والكرة الأرضية لم يجد وعاء لصاحب الزمان عليه السلام كالسيدة نرجس. من هي السيدة نرجس؟ كان اسمها مليكة، ومليكة جاءوا بها من الروم. نعم، هي حفيدة قيصر، وهي حفيدة وصي موسى، وصي عيسى عليه السلام، ولكن مع ذلك بالنتيجة هي كانت أخذوها أسيرة، أما كانت، ولكن سيدة الإماء. المهم جوهرها، مو المهم هذه الصفات. لما نقرأ هذا شيء في أهل البيت حتى إحنا من ننتمي إليهم نعدل عاداتنا وأفكارنا وتقاليدنا حتى نعرف أنه السيدة نرجس عليها السلام كانت أمة، بس كانت في إيمانها ودرجاتها سيدة الإماء، يعني درج كبير إلها. يطهر الله به الأرض من كل جور. الجور ليس هو جور الحاكم، الجور جور الأب، جور الزوج، جور الزوجة، جور الأبناء، جور المجتمع، جور الحكام. الجور إلى أبعاد كثيرة وتصنيفات لا تعد ولا تحصى. الإمام المهدي يطهر الأرض، يعني هذا الجور وهذا الظلم اللي موجود في الأمة في المجتمع في المجتمعات ينتهي، يطهره الإمام. يعني لا تجد في عصر الإمام المهدي، وهذا الأمر من عصر آدم إلى عصر الظهور كان هنالك جور وهنالك ظلم بكل أبعاده. الإمام المهدي يضع حدا لهذا الظلم ولهذا الجور. لذلك ويقدسها من كل ظلم، بعد ما ليست هنالك، يجعل قدسية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا نوع آخر من التطهير، وهو الذي يشك الناس في ولادته. مع كل ذلك الإمام المهدي مع كل الصفات، بعض الناس يقولون ولد الإمام، والله إحنا الإمام شو ما شفنا الإمام، لم نطلع على الإمام المهدي، نحن نشك في وجود الإمام. هذا عقل ضعيف، هذا لا فهم للإنسان. هل كثر الإنسان ما له قيمة بفهمه يقول أنه الإمام المهدي أنا ما شفته، شو وين الإمام المهدي؟ هذا جاهل. لذلك يقول مع كل ذلك أنه الإمام، وهو الذي يشك الناس في ولادته. ما زال بعض الناس من جهلة الناس يشكون في ولادته. وهو صاحب الغيبة قبل خروجه. هذه الغيبة اللي موجودة صار الآن مئات السنين، صاحب الغيبة من هو؟ هو هذا الإمام المهدي سلام الله عليه. فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربها. لماذا لو خرج الإمام أشرقت الأرض بنور ربها؟ من هو الإمام المهدي اللي يجعل العالم عالم نور وبركة وعطاء وخيرات وسعادة؟ يعني لو أشرقت الأرض بنور ربها مع ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هل هنالك مكان للكآبة، للتوتر، للقلق؟ هل هنالك مكانة للخوف من المستقبل؟ فإذا شبابنا لليوم يعانون من الخوف من المستقبل، من الوظيفة، من العمل، من الجانب المادي، من حالة عدم الاستقرار، من هالكآبة اللي موجودة عند الشباب اليوم. الحل الوحيد هو الإمام المهدي. لو ظهر أشرقت الأرض بنور ربها، فإذا أشرقت الأرض بنور ربها ما في مجال للكآبة والخوف والقلق والتوتر. كل هالمشاكل النفسية، هالأمراض اللي يعانوها الناس وهي منتشرة في كل بيت وفي كل مكان، كل ذلك ينتهي. لماذا؟ لأن الإمام المهدي تشرق الأرض بنور ربها بظهوره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربها، كأن الأرض لم تشرق من قبل. لأول مرة الأرض تشرق بنور الله لما يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ووضع ميزان العدل بين الناس، انتهى الموضوع. هذه المشكلة اللي الآن عندنا، حالة الظلم، ميزان العدل لو وضع بين الناس ينتهي. فلا يظلم أحد أحدا، ليس هنالك أحد يظلم أحد مطلقا. موضوع الظلم الآن في البيوت كم هنالك من الظلم، والظلم متعدد الجوانب، ليس قد يكون من الزوج، قد يكون من الزوجة ومن الزوج، من الآباء ومن الأبناء، من كل الأبعاد. بعد ليس فلا يظلم أحد أحدا، ليس هنالك من يظلم مع وجود الإمام بالولاية التكوينية بسلطة الإمام أو بالولاية التشريعية للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي تطوى له الأرض. بعد هذه جزء من الولاية التكوينية. احنا نقرأ بالتاريخ أن بشر الحافي اللي كان معروف بالطرب والغناء هذا الإنسان نرى أنه بالتاريخ كان هذا إنسان بعيد عن الله، لما تاب إلى الله وترك الماضي وأنهى كل ما يتعلق بالمحرمات والمعاصي، الله سبحانه وتعالى ومشى في طريق الله، الله أعطاه طي الأرض. يعني الآن هو في كربلاء يمشي خطوتين هو في النجف، خطوتين هو في البصرة، خطوتين هو في بيروت، خطوتين هو في الشام، خطوتين هو في تركيا، هكذا يعني بخطوات تطوى له الأرض. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من كرامته ومنزلته وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل. يعني هذه من الظل، أن كل شيء له ظل، الإمام المهدي ما له ظل. هذا بالنتيجة أيضا من خصوصيات الإمام، هذه وحدة من الخصوصيات. وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه. أحد أهل السماء يدعو للقضية المهدوية. هذا الأمر، كل هذا الكلام اللي الآن نذكره دليل على أننا علينا أن لا نتبحر في العلامات. يعني ما لازم أوجع راسي كثير في أن أقرأ وأبحث وأعمل دراسات في العلامات، لا، أصلا أول علامة هو هذا المنادي: ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه. طبعا هنالك نداءات متعددة، في نداء: ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا نداء. هنالك نداء آخر بهذه الطريقة، أنه ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه. هذه دعوة إلهية، هذا الصوت يسمعه جميع الناس، جميع أهل الكرة الأرضية، كل بلغته. هذا الإعجاز الإلهي فيما يتعلق بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإن الحق معه وفيه، الحق مع الإمام المهدي وفي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه رواية من الروايات الجميلة والرائعة المروية عن الإمام علي بن موسى الرضا، اللي تتحدث عن مكانة الإمام المهدي ومعرفة الإمام، أنه إحنا لما ننظر إلى هذه الخصوصيات في معرفة الإمام يصير عند الإنسان ثقافة مهدوية، تكون عندنا وعي مهدوي، بالنتيجة الإنسان يكون على بصيرة. هذا اللي عنده ثقافة مهدوية، هذا اللي عنده وعي يتعلق بالإمام المهدي، لما ينظر إلى أفكار متعددة وهنالك آراء متعددة وهنالك شبهات، لا تتصور أنه إحنا الآن لما نذكر هذه الأمور الآخر هو جالس ويستمع علينا وينتظر ماذا نعمل، هو يخطط لإثارة الشبهة وإثارة الفتن. لذلك تلاحظون دائما مجموعة من شبابنا يسألون بين فترة وأخرى، ونحن لا نقمع التساؤل وإنما نرحب بكل هذه التساؤلات عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، حتى في أمور العقيدة. لماذا؟ لأن هنالك من يشوش عليهم بأفكارهم. لذلك الشاب اللي يتمتع بمعرفة مهدوية وبعقيدة راسخة بإمام زمانه، لمن يطلع على هذه الروايات منتهى الأمر. إذا في مكان سمع شبهة ولم يطلع عليها، ما عنده معلومة، ما عنده معرفة، يروح يسأل، يقول أروح أسأل من أهل المعرفة، لا يتأثر بالآخر أبداً، لأنه يعرف أن عقيدته هي عقيدة صحيحة. هذا الانتماء اللي عنده انتماء صحيح، هذا التوجه اللي عنده توجه صحيح. هذه نقطة مهمة جدا، لازم احنا اليوم نعرف أنه عقيدتنا بالإمام المهدي وانتمائنا إلى حجة الله وإلى بقية الله أمر يخص الإنسان في فكره وعقيدته وانتمائه إلى الإمام المهدي. هذه المعرفة وهذه العقيدة تعمل حاجز بيننا وبين الآخرين، كما أننا نقول لما نذكر مصيبة السيدة الزهراء ليس في الأيام الفاطمية، في كل أيام السنة. بالنتيجة نحن نخلق وعيا في الولاية والبراءة. هذا الوعي في البراءة والولاية أمر لشبابنا، ما يتأثر بالآخر، لأنه الآخر يعرف إنسان مجرم ارتكب جريمة بعالم البشرية لم ترتكب هذه الجريمة، وهم خرجوا من الدين بذلك. لازم يكون عنده هذه القراءة الصحيحة. إذن مزيد من هذه الروايات المعرفية، ونحن نتيمن في هذا اليوم، نتبارك بالروايات والنصوص الواردة عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حتى نعيش مع الإمام المهدي. وفعلا لما تدخلون إلى مثلا مجموعة من هذه الكتب أرشدكم إليها تجدون الأئمة سلام الله عليهم كل واحد من الأئمة يتكلم في الإمام المهدي. ومن الكتب الرائعة والجميلة هو كتاب يوم الخلاص لكامل سليمان. هذا الكتاب يوم الخلاص في مجموعة هائلة من الروايات، وجمال هذا الكتاب أنه يرشدنا إلى المعلومة المهدوية عن طريق النصوص اللي واردة عن أهل البيت. فضمن أحد الفصول الموجودة فيه يتكلم عن الإمام المهدي من رسول الله إلى أمير المؤمنين والسيدة الزهراء إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه نقطة مهمة جدا في معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى أيضا مروية عن الإمام الرضا عليه السلام في صفات أخرى يهمنا أنه إحنا نتعرف على إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول ويكون رائحته أطيب من رائحة المسك. رائحة المسك هي أجمل رائحة، ولكن الإمام المهدي هذه الرائحة الطيبة المباركة لحجة الله لبقية الله أطيب من رائحة المسك. هذه رائحة مميزة، يعني الإمام لما يجلس بين الناس الناس يشمون رائحة طيبة أطيب من المسك. لما يمشي بين الناس هكذا تفوح هذه الرائحة. ورائحة الإمام تكون سبب لهداية الناس أيضا، يعني ليس كلام الإمام، ليس شمائل الإمام، حتى رائحة الإمام هي نور للناس. هي شم رائحة الإمام، إذا عندك كآبة تروح الكآبة، تشم رائحة الإمام. إذا عندك هم وغم ومشكلة وأزمة أزمتك تزول. أي شيء هذا؟ أي لطف تلطف الله علينا بنعمة لا تعد ولا تحصى. هو مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني عندنا هذه النعمة الكبيرة، هذه النعمة المباركة والجليلة، كم لا بد علينا أن نهتم ونحتفي بها ونهتم بها ونكون معرفة حقيقية بها، نشعر بها أكثر، نبرز اهتمامنا بها أكثر، ندعو لها أكثر، نطلب منها الدعاء لنا أن الله يرزقنا من هذا النور. يعني شيء من بركات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويكون رائحته أطيب من رائحة المسك ويكون أولى بالناس منهم بأنفسهم. شلون احنا نوضح للناس هذا الأمر؟ أنه أنت يا رجل إذا أنت عندك وظيفة، إذا عندك عمل، إذا عندك تجارة، أنت شاب عندك اهتمامات تخصك، عندك قضية دراسة، قضية شهادة، قضية مستقبل، وأنت تجعل جل اهتمامك لهذه الدراسة، جل اهتمامك لهذه التجارة، جل اهتمامك لهذا العمل. ايش كثر ما عندكم اهتمامات، الإمام المهدي أهم. شلون نفهم الناس أيها الأب الإمام المهدي أهم من ابنك العزيز المدلل؟ أيها الناس الإمام المهدي أهم من ابنك وبنتك وأهم من حفيدك. ايش كثر أنت الجد تهتم بحفيدك وتحبه، الإمام المهدي أفضل. وإذا تسأله يقول نعم الإمام المهدي أفضل. إذا ابن عنده علاقة بأبيه أو بنت بأمها، أمي نعم المهدي أفضل. ولكن عمليا نظهر أن حياتنا المادية والشخصية أهم من الإمام المهدي. كيف؟ بالعمل. إذا يوم ما شفت ابني أشتاق له، إذا يوم ما شفت ابني أسأله عنه، إذا يوم ما شفت ابني يمكن أتكأب أقلق. ولكن كم لم تنظر إلى إمام زمانك، كم أنك بعيد عن الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تشعر بذلك؟ فعلا يصير عندنا كآبة. أحبابنا من نشوفهم، من نلتقي فيهم، سيما اللي لهم علاقة ومحبة وعاطفة وحب في قلوبنا، إذا ما نلتقي فيهم، من نرتبط فيهم، إيش كثر نتكأب، إيش كثر نقلق، ايش كثر امرهم يهمنا. انا اب يهمني امر ابني يكون ناجح، يكون موفق، يكون كذا، يكون كل عوامل السعاده موجوده عنده. اذا اعتبر الامام المهدي اهم من نفسي وكل ما يتعلق به، لماذا لا نهتم بالامام المهدي سلام الله عليه؟ هذا السؤال يحتاج الى جواب، وهذا كل واحد من عندنا مطالب بالاجابه. انا مطالب بهذه الاجابه، وانت وانتما وانتم وانتن جميعكم مطالبون لكي تقولوا اين الاهتمام. الاحداث اللي تصير في حياتنا على مستوى الشخصي، على مستوى البيئة اللي احنا فيها، أو المحيط الاجتماعي اللي موجودين فيه، أو البلد اللي فيه، اهتمامنا بالأخبار أكثر من اهتمامنا بالإمام المهدي. هذا واضح. أحداث تصير في بلدي، تغيرات، أهتم بالأحداث، أتابع الأخبار. ولكن جربت أنه أقول اليوم أنا ما سمعت محاضرة في الإمام المهدي، لما أقرأ كتاب في الإمام المهدي، ما زدت معلوماتي ومعرفتي بالإمام المهدي. زين، فكرت بهذا الشيء؟ إذا الإمام المهدي أفضل، أولى بالناس منهم بأنفسهم. فعلا الإمام المهدي أولى منا بأنفسنا؟ لا. باللسان نعم، ولكن بالعمل لا، يختلف عمليا. تعلمون أنه هذه صفة كم لها من الأهمية، أنه الإمام المهدي يكون له المرتبة الأولى باهتمامنا، وفعلا يكون اهتمامنا بالإمام المهدي أكثر من شيء آخر. ويكون الإمام الرضا عليه السلام لما يتكلم عن الإمام المهدي يقول ويكون أولى بالناس منهم. هذا مهم. بعد أولى بالناس منهم بأنفسهم وأشفق عليهم من آبائهم. إيش كثر أبوك يحبك، إيش كثر أبوك أنت يحبك ومتعلق فيك، إيش كثر أنت شاب عندك علاقة مع أبيك، مع أمك، مع أهلك. الإمام المهدي أشفق علينا من آبائنا. الابن، الشاب، البنت، إيش كثر أهلها يهمهم أمرها وأمره، ولكن أمرنا يهم الإمام أكثر. الإمام يهتم فينا أكثر، الإمام يشفق علينا، يحبنا، يهتم بأمرنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا. تعال فهم الناس، تعال فهم الشباب أنه هذا الإمام المهدي مو بس إمام للعبادة ويخرج بالسيف ويقاتل الإمام الأعداء وينشر العدل ويقضي على الظلم هذا صحيح كله موجود، ولكن في حياتنا النفسية، الحياتية، الأسرية، كم أن الأب يشفق على ولده. أصاحب العصر والزمان يشفق علينا أكثر من آبائنا وأمهاتنا. تعال فهم الناس، تعال بين للناس هذه المشاعر وهذا الإدراك. لو عرفت إمام زمانك بهذه الصفة، إنه يشفق علي أكثر من أبي، أكثر من الناس اللي يهتمون في أمري، هذا إلى قيمة، هذا له منزلة. وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم، هذا معنى مهم. إنسان له شفقة عليك واهتمام فيك ورعاية لك أكثر من أقرب الناس إليك. هذا ألا يستدعي نرتبط بهذا الإمام، نحب هذا الإمام، يكون لنا علاقة مميزة، يكون عندنا ارتباط مهم ومتميز مع هذا الإمام. ألا يستدعي أنه ندعو له دائما بالفرج؟ يعني ما تريدون أنتم واحد يكون عندكم هكذا يفكر فيكم، تدعون له بالفرج، بالأمن والأمان والسلامة. تصدق عنا كل يوم، تدفع عنا صدقة. أدفع صدقة عن أبوي وعن أمي، زين ما أدفع صدقة عن إمام زماني. أدعو لأمي ولأبي، ما أدعو لإمام زماني. هذا المعنى مهم، هذا يتعلق بمدى المعرفة اللي عندي والارتباط اللي عندي به هذا الإمام. فعلا هذه الكلمات تضع النقاط على الحروف. هذه المعرفة الحقيقية بصاحب الزمان لها تأثير جدا كبير. ويكون أشد الناس تواضعا لله عز وجل. هذا التواضع، إمام حجة الله، نور الله في الأرض، هو يد الله، هو عين الله، وجود الله يرتبط بهذا الإمام العظيم. صلوات الله وسلامه عليه. هذا ومع كل ذلك ما يشوف نفسه حاله على الناس، لا، الإمام المهدي متواضع ويكون أشد الناس تواضعا لله عز وجل، يتواضع لله عز وجل ويكون آخذ الناس بما يأمره به، ودائما أيضا والصفات متعددة ويكون دعاءه مستجابا. أي دعوة؟ يعني لما تقول يا صاحب الزمان ابني مريض اطلب من الله الشفاء له، يا صاحب الزمان عندي كآبة، عندي قلق، زواجي غير متيسر، حياتي المادية صعبة، ابني ليس في الطريق الصحيح، حياتي مدمرة. الإمام لو دعا الله دعاؤه مستجاب. اطلب من الإمام المهدي يحل مشاكلك، حياتك، الأمور اللي تهمك في حياتك، اطلب من الإمام المهدي دعاؤه مستجاب. يقول الإمام الرضا عليه السلام ويكون دعاؤه مستجابا، حتى أنه لو دعا على صخرة لانشقت نصفين، يعني الصخرة هذه يدعو الإمام عليها تنشق نصفين. ولاية تكوينية عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد هذا يمثل النبي، الممثل والخليفة الوحيد لرسول الله هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وسيفه ذو الفقار من أمير المؤمنين. بعد هذا كل الصفات، صفات الشجاعة والإباء والقيم والكرم، كل الصفات بين رسول الله وبين أمير المؤمنين. ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة. كل شيعي يستبشر ويفرح اسمه موجود في هذه اللائحة. إن شاء الله أسماءنا موجودة في هذه اللائحة عند الإمام المهدي. ويكون عنده عند الإمام المهدي صحيفة فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. العدو اسمه موجود، والشيعي الموالي اللي عنده ولاية وبراءة أيضا موجود. ويكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها 70 ذراعا. بالنتيجة هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل وبيان أكثر، هي جزء من جانب الغيب، ولكن نحن نعلم صحيفة جامعة هي صحيفة طولها 70 ذراعا فيها جميع ما يحتاج ولد آدم. ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر، حتى تعرفون هذا البعض يقول لك أنا أريد أطلع على الجفر الأعظم والجفر الذي هي روايات أمير المؤمنين، عالم الغيب وعلم الغيب وقضايا الأسرار. أنت الإنسان لن تتمكن أن تصل إلى الغيب ولا إلى الجفر، هذه لا تتعب نفسك، هذه أمور تختص الآن بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا نحن نسير في هذه القراءة المعرفية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نتعرف على الإمام أكثر فأكثر في خصوصيات الإمام، فيما يتعلق بالقدرات الإلهية التي من الله تبارك وتعالى على إمام زماننا. بذلك اهتمامنا يتغير من يوم إلى يوم، من ساعة إلى ساعة. اهتمامنا بالإمام المهدي يكون غير، علاقتنا بالإمام المهدي يكون غير. لما ذكرت لكم في هذه الرواية الإمام الرضا عليه السلام يكون عنده شفقة علينا الإمام المهدي. يعني بعد ليش أنت خايف؟ الإنسان اللي أنت في زمان فيه صاحب الزمان، لماذا تخاف؟ ليش عندك حالة خوف؟ ليش لازم نخاف من الزمان، من المستقبل، من المرحلة؟ ليش عندنا قلق؟ ليش عندنا توتر؟ يا ناس ليش خايفين؟ أنت في زمان، صاحب الزمان هو أشفق علينا من آبائنا رحمة وبركة وعطاء واهتماما. المطلوب منك أن تصلح نفسك، وأن تتوجه إلى الإمام وتستغيث بالإمام، وأن نقيم مجالس الاستغاثة بصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في بيوتنا، في الحسينيات، في المراكز، في كل مكان، في المساجد. مجالس الاستغاثة دائما، يوميا، كل أسبوع، كل شهر. الناس إذا ما عملوا أنا أعمل مجلس استغاثة، نقرأ فيه الدعاء زمن الغيبة، نقرأ فيه زيارة آل ياسين، نعمل صلوات إلى الإمام المهدي، نقرأ آيات عن الإمام المهدي. يا صاحب الزمان أدركنا أغثنا، سيدي يا أبا صالح المهدي أغثني وأدركني. هذه تقربنا للإمام أكثر. وفعلا العلاج الحقيقي لكل مشاكلنا هذا الارتباط والاستغاثة بمولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. دائما نتوجه إلى مصدر الطاقة هو صاحب الزمان، مصدر السعادة والخير والبركة هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ربي يجعل حياتكم منورة بنور صاحب الزمان، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله، اللهم وفقنا لنيل رضاه، اللهم نور هذا العالم بنوره الشريف. في الكلمات الأخيرة نستودعكم الله بهذه الكلمات: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، دائما أبدا. نقول صباحا مساء وفي كل لحظة وآن وثانية في حياتنا: اللهم عجل لوليك الفرج، وحياكم الله.